افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة دمياط 7 مساجد جديدة في مدينة كفر البطيخ ودمياط الجديدة وقرى شرباص والسنانية بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد بيوت الله في محافظات الجمهورية. من جانبه أوضح مدير مديرية الأوقاف بدمياط الشيخ محمد سلامة أن معظم هذه المساجد يتم بناؤها بالجهود الذاتية، مشيرا إلى أن الأوقاف تستهدف أن يكون المسجد منبرا للعلم الصحيح وليس للصلاة فقط، فضلا عن النهوض بالدعوة والشعائر والمدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ وغيرها من الأنشطة الدعوية. من محافظة دمياط، من مدينة دمياط الجديدة، نبتدئ هذا الأسبوع بهذه الافتتاحات. ابتدأنا بافتتاح هذا المسجد العامر، مسجد رياض الجنة بدمياط الجديدة. هذا المسجد مساحته تكثر عن 5500 متر، صرح لا يستهان به، جمع فيه كل الخيرات. هناك مصلية كبيرة للنساء، أدورة لتحفيظ القرآن الكريم، ساحة مجاورة مليئة بالزهور والورود. غير ذلك لا ننسى مغسلة الموتى التي كانت في جانب هذا المسجد، صرح بمعنى الكلمة. افتتاحات متعددة في مدينة دمياط سواء القديمة أو الجديدة، افتتاحات متعددة لوزارة الأوقاف في بناء هذه المساجد وافتتاح هذه المساجد. نشكر وزارة الأوقاف كما نشكر كل من ساهم في بناء هذه المساجد ولو بكلمة طيبة.